مرحبا مشاهدينا، مساء الخير، يعطيكم ألف عافية. حلقتنا اليوم كتير 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 موضوعها مهم، ولازم احنا ناخذ هذا الموضوع بجدية عالية. رح احكي لكم شو هو الموضوع، لكن بعد العناوين. هل تعرفون تأثير اللون الأخضر على الطعام؟ وكيف تطيل عمر هاتفك الجوال؟ وأيضا معنا جدران الرباط تتحول إلى معرض مفتوح للفن والرسم. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا عن جديد. لكان هاي عناوين لبعض الاخبار يلي رح نحكي عنها اليوم، لكن عنوان حلقتنا وهو الاهم. نحن بهاي الفتره او بهذا الزمن عم بنشوف مدى الضياع يلي عم بيضيعوا هدول الشباب بهذا الزمن، مخدرات، على تعاطي، على بعد عن الدين، عقوق والدين، فشل في الدراسه، فشل في العمل. هلا هذا الشيء له أسباب عدة، لكن سؤالنا لحلقتنا لليوم، لو نحن بهالزمن كل الشباب أخذوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما بما أنه هو أفضل شخصية يعرفها التاريخ، لو أخذوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قدوة لهم في الأمور الحياتية، قديش هذا الشيء كان رح يحميهم من الضياع بزمن فيه انفتاح كتير، بزمن فيه كل شيء مسموح، بزمن العولمة يلي خلت العالم كله كقرية صغيرة، وانت قاعد هون ببغداد بتقدر تفوت لأدق التفاصيل يلي بتصير بأمريكا وبأوروبا وبأبعد البلدان عنك. هاي هي العولمة اللي إلها فوائدها وإلها سلبياتها. لو نحن شبابنا عم يقتدوا بأعظم شخصية عرفها التاريخ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قديش هذا الشيء راح بيحميهم بهيك زمن؟ أنا على ثقة بأنه عنوان الحلقة كتير راح يعجبكم، وكتير راح يلاقي مشاركات من عندكم. طبعا مشاركاتكم بتكون على الأرقام يلي عم تظهر على الشاشة. في عنا أرقام عراقية، وفي عنا رقم انترناشونال يلي بحب يحكينا من خارج العراق. امبارح وأوله كتير أيام سابقة عم بتجيني ناس عم بيسألوا عن موضوع رقم الفايبر، ليش توقف؟ هو مش توقف، إن شاء الله رح يرجع يشتغل رقم الفايبر، لكن في عنا شوية أمور لازم نحن عشان هيك التقنية تكون جدا عالية، وإن شاء الله ما بيكون خاطركم إلا طيب. بعتوا لي من فلسطين، وبعتوا لي من السودان، وبعتوا لي أيضا من لبنان، بيطلبوا برقم الفايبر، حاضر ولا يهمكم. تحيتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تحضرونا، ويعطيكم ألف عافية. لكن لو نحن اقتدينا بشخص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قديش نحن ممكن نكون ثابتين بهذا الزمن؟ واكيد هذا الشيء قديش رح يحمي هالشباب من الضياع. لو التزموا بموضوع الصدق، لو اقتدينا بسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام بموضوع الصدق، الامانه، يعني انا ما بدي احكي، يعني انا بدي احكي عن شخصه كسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، مش انه الهدف انه هو الدين بحد ذاته او تفسير لبعض الامور الدينيه، لا، انا بحكي عن شخصه نفسه. لما كان عليه الصلاة والسلام يحكي عن الصيام، فهو لأنه هذا الشيء قديش بيخلي الشباب تصوم عن الشهوات، الصلاة لأنه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قديش لو نحن اقتدينا بشخص سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وبقصص في حياته اليومية، قديش هاي ممكن تفيدنا، بتنفعنا بهذا الزمن، خصوصا للشباب يلي عم بتعاني ويلي عم بتضيع مع هذا الانفتاح اللا مبرر والانفتاح اللا حل له. ترجع الأمور لطريقتنا نحن بالتعاطي مع هاي الأمور وبالتعامل مع هاي الأمور. هذا هو عنوان حلقتنا لليوم. رجاء وقت تحكونا حاولوا احكونا من مكان فيه إرسال، ورجاء اسمعونا من التليفون ولا تسمعونا من التلفزيون عشان الصوت ما يجاوب. رح أبلش أخذ اتصالاتكم مشاركاتكم على موضوع حلقتنا لليوم. رح أضلني أذكركم موضوع حلقتنا لليوم، وأيضا رح يكون في معنا ضيف عبر الهاتف رح يفيدنا أكثر عن هذا الموضوع، بنتعرف عليه
بفقرة الضيف، وخليني أنا وأنتم نبلش بجولتنا الإخبارية وأنواعنا وأخبارنا المنوعة من بعض الوسائل الإعلامية، أو خلينا نقول الصحافة الإلكترونية. دائما لازم أول خبر يكون معنا شو هو؟ لازم يكون خبر صحي. شفنا العنوان بيحكي عن المأكولات الخضراء، أكيد عرفنا شو القصد، أي إشي خضروات بيحمل اللون الأخضر. خلينا نشوف شو فائدة هاي المأكولات. بيقول لك هل تعرفون تأثير اللون الأخضر على الطعام؟ 7 أنواع من الخضروات الورقية رح نحكي عنها في خبرنا لليوم. الخضروات هي كلمة السر للصحة، وهي أفضل صديق للجسم لما يحتوي من فوائد، وأكيد رح بحكي لكم شو فوائد هاي الخضروات، لكن رجاء أن خليكم معنا لا تروحوا لبعيد. حضروا حالكم لتسمعوا أكثر عن خبرنا الصحي و7 أنواع من الخضروات، رح نحكي عنها بالتفصيل، لكن بعد أول اتصال. مين معي؟ يا أهلا وسهلا بصديقنا المثقف أستاذ ياس، أهلا وسهلا فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا اهلا وسهلا فيك، تفضل. يا بالصحة والأحوال كيف يا سيدي؟ إذا أنتم مناح نحن أكيد مناح والحمد لله رب العالمين. الله كريم إلى حد ما، الحمد لله على كل شيء. الحمد لله نحن أحسن من غيرنا، تفضل. الحمد لله. ضياع الشباب لماذا؟ أكو هناك عدة عوامل، في بدايتها هو عدم التربية في البيت على أسس دينية. صح. لأن يعني الدين يقوم الأخلاق، يوجد الضمير ثم يحسن الأخلاق ويقوم الأخلاق ويخلق مخافة الله. صحيح. الإنسان لولا مخافة الله لعمل كل شيء، ولكن يعني ترتضيه نفسه، لكن صحيح. مخافة الله أصبحت حاجز ومانع لمنع أي أعمال تخالف الدين. نعم. لكن نعم. التربية في الصغر في البيت على الأخلاق العربية الأصيلة. صحيح. وكما قال العالم النساني فرويد منذ أكثر الأزمنة، يعني نعم. مئات السنين، قال أن الطفل يولد كالخامة البيضاء يلوثها المجتمع. إذا هنا دخل المجتمع بعد أن الطفل يبلغ 5 أو 6 سنوات أو 10 سنوات في موضوع التربية. نعم. استمرار الطفل في المدرسة والتلميذ يخلق عنده نوع من الحصانة، لأن المدرسة تربي وتعلم وتثقف. مليون بالمية صحيح. نعم. رجال جيدين. نعم صحيح صحيح صحيح. شكرا كثير لك يا أستاذ. نعم حابب تضيف شيء؟ بعد بعد بعد. معك معك. أكو هناك أمور أخرى. نعم. عدم يعني مرافقة أصدقاء في السوق حتى الزينين هي أيضا عوامل تشجع على الانحراف. كذلك وسائل الاستعمال، وسائل الاتصالات الحديثة والتواصل الاجتماعي بشكلها غير الجدي وغير الصحيح أيضا ساهم في ضياع الشباب وأغراهم في أمور يعني غير جيدة في الحياة. عندي مقترح في جاسمين. تفضل. ممكن برنامجكم يكون بالساعة الوحدة بدل الثانية، لأنه بالثانية متأخر حتى أكثر الناس يشاهدون البرنامج، لأنه حتى في العراق أو في سامرة يعني الناس تصلي الظهر وترجع للبيت، فيكونون متواجدين يعني قرب التلفاز. وأنا سمعت يعني اليوم في مجتمعات معينة أنه أكو يعني مشاهدين يشاهدون القناة بنسبة عالية. الحمد والحمد لله. نعم. سلامي للكادر وكل الإخوان. شكرا 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 على هالمداخلة أستاذ ياس. بس أنا أسفة يعني ما فهمت عليك إنه ليش يفضل إنه يكون بالساعة واحدة، بالعكس يعني الساعة 2 بتكون الكل روح تقريبا، خلصتوا غدا وارتحتوا بتحضرونا، بتتغدوا وبتناموا. اوكي اجلوا النوم للثلاثة يا استاذ دياس عشان تحضروا، لانه مواضيعنا كثير بتعنيكم اكيد، ونحن بنتمنى انه المشاهده تكون عاليه جدا. يعطيك الف عافيه. رح بروح ببلش سريعا بخبرنا الصحي، لانه رح يكون انا متوقعه مشاركات كثير لحلقه اليوم، فخليني على السريع احكي لكم عن الخضروات او الاكلات اللي بتحمل اللون الاخضر. يعني احنا عارفين اللي هي اشياء الورقها اخضر،
بيقول لك من أكثر المأكولات اللي بتتمتع بفوائد صحية لا تعد ولا تحصى. رح نبلش سوري مع الروكا. تعتبر من أهم الخضروات الورقية الغنية بالفيتامينز والمعادن، وبتفيد الصحة لا سيما مرضى القلب والسكر والكبد. اثنين، السبانخ. السبانخ بتاكلوها انتم مو بتحكوا لها سبانخ؟ سبيناخ. سبيناخ بالغي. اوكي، السبانخ او السبيناخ تحتوي على كميات من الفوسفور والبوتاسيوم وفيتامين اي وبي، وهي مصدر جيد للالياف المفيده. وطيب كثير السبانخ. بتحطوا معها حمص حب؟ ايه. اوكي، النعناع. من اهم فوائد النعناع انه منبه للمعده ويسهل عمليه الهضم، ويعد ايضا علاجا فعالا ضد المغص والتشنجات. اي حدا بيشكي من البرد اللي كثير بمعدته، اي حدا في عنده وجع بمعدته او تقلصات بعضلات المعده، اشربوا نعناع. ومو غلط لو هيك شوي غيرتوا من العادات والتقاليد وصرتوا تنوعوا بين الشاي بالهيل والشاي بالنعناع، كثير طيب، ذوقوا اكيد. السلق، ما بعرف اوصف لكم اياه. يحتوي السلق على فيتامين اي وبي وجيم، اضافه الى البوتاسيوم، كلها مفيده لصحه الانسان. البقدونس، البقدونس كثير منيح. ايه، المعدنوس يحتوي على مركبات مضاده للاكسده التي تساعد في علاج التهاب المسالك البوليه. والكرفس يمنح العديد من الفوائد الصحيه لجسم الانسان، فهو فعال في تخفيف الام ومده، ويساعد في تخفيف الام العضلات والمفاصل. واخيرا البروكلي، اللي احنا ما كنا زمان كثير نستخدمه لكن نحطه مع الاكل، كثير طيب مسلوق. يعتبر من اكثر الاطعمه الصحيه المفيده للانسان، ويعمل البروكلي على خفض معدلات الاصابه بسرطان القولون وعنق الرحم والرئة، ويساعد الجسم في التخلص من السموم ويسهل عملية الهضم. سبع أنواع من المأكولات الخضراء مهمة كتير حكينا عنها اليوم، ديروا بالكم يا جماعة. نحن عم بناكل أكل أبدا مش صحي، عشان هيك دائما معدتنا بتوجعنا، وأنا واحدة منهم. اتصال، ألو، تفضل، مين معنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا فيك، تفضل، عرفني بحالك بليز. الو، نحن معك انت على الخط او على الهواء، تفضل. صوت غير واضح طبعا، ما 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 اسمع. انا سامعتك، انت مو سامعني؟ بس على خصوص التربيه، يعني احنا قبل يختلف عن هذا الوقت، قبل التربيه يبدي من المدرسه، يعني الاهل مو 100% يربوك وتتربى، قبل الدراسه هي اللي تربي، يعني هي النصف الثاني، وبعدين التربيه اللي هي اثناء الخدمه الالزاميه اللي هسه ما يعني ما رجعوها ولا وافقوا عليها. يعني أغلبية العالم الخدمة الإلزامية هي اللي تعلمه وترديها. هسه الشباب حائرة، يعني يطلع قهوة يشرب نار جديدة، ما أعرف شو يسوي، يعني بس هذا، يعني ما عندهم أصول أو شيء أو قراءة أو دراسة، حتى المدرسة اللي يروح لها ما يستوعبها يعني. نعم نعم، شكرا كثير لك يا صديقي، يعطيك ألف عافية. بعتقد كان معنا صديقنا مشتاق، يعطيك العافية. لأن إحنا موضوع التربية حكينا عنه مبارح مع ضيفنا يلي يعمل في مجال التربية والتعليم، لكن موضوعنا لليوم هو مدى اقتداء الشباب بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم رجل في التاريخ، قد إيه ممكن يفيدهم بحمايتهم من الضياع بهيك زمن. يعني الشاب لما بيلجأ أو بيوصل لمرحلة أنه يتعاطى مخدرات، لو أنه هو مربى بالبيت على الحرام أكثر من العيب وعلى الحرام أكثر من الغلط، هو عارف انه غلط، لكن ليش غلط؟ لو انه هو مربى على موضوع الحرام، هل بيوصل لمرحله انه يتعاطى؟ يعني هلا في كثير ناس ما بتوصل لمرحله التعاطي، ليش؟ لانه في عندها مبادئ وفي عندها اساسيات تربوا عليها بتمنعهم، وبتعرف انه هذا الشيء حرام وهذا نهايته تهلكه، وهذا لا بيفيدني لا دنيا ولا اخره. قد ايه نحن لو اقتدينا باعظم رجل بالعالم عليه الصلاه والسلام، قد هذا الشيء بينفعنا بزمن فيه انفتاح، له اول ما له اخر، وهذا هو موضوعنا لليوم. ابو سداد، وبعدين رح احكي عن مقابله جدا حلوه. ابو سداد. كيف يا سمين؟ سيد ابو سداد. اجمل ما في الحياه سرقه القلوب.
مالها القلوب؟ أجمل ما في الحياة سرقة القلوب. نعم نعم. سرقت قلوب المستمعين بالرقة والبداعة، مساء الجمال والفل يا ياسرين. يا مساء الورد والربيع عليك يا أبو سداد، كيفك زي القمر إن شاء الله؟ الحمد لله الحمد لله، كيفك؟ والله منيحة إذا أنت منيح. الحمد لله منيح وزي القمر ومشتاق، يعني مشتاق بعد الدنيا. بتشتاق لك العافية يا أبو سداد. أبو سداد، عنوان حلقتنا لليوم جدا مهم، شو رأيك فيه؟ طبعا أنت في المواضيع، كل المواضيع اللي تختارينها المواضيع الاجتماعية حقيقة هي مواضيع جميلة جدا. الحمد لله، الحمد لله، تفضل يا أبو سداد. وإذاعة وقناة سامراء جميلة والأجمل أنت. والأجمل مشاركاتكم يا أبو سداد، يعطيك ألف عافية. بتحب تشاركنا بموضوع حلقتنا لليوم؟ طبعا ست ياسمين. معك. علينا ان نقتدي برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. ونستلهم الاخلاق الكريمه. نعم. نعم. التربيه هي الثقه، عندما يكون الانسان صادق اكيد يكون محترم. صحيح. وعندما يكون متواضع اكيد يكون محترم. نعم. من حق الرجل ان يحترم المراه، لأن المرأة هي الحديدة وهي الأم وهي الفنانة. عندما نريد أن نكون صادقين ومحترمين لابد أن نختار، يعني أطفال، نشوف الأطفال، يعني حتى أطفالنا لابد أن نختار لهم أصدقاء. صحيح. نختار أصدقاء. نعم. نعم. مو هم يختارون الأصدقاء حتى. صحيح. يكونون في الطريق الصحيح. صحيح صحيح، شكرا كثير لك يا ابو سداد، يعطيك الف عافيه. نعم صحيح، ابو سداد حكى شغلتين كثير حلوين. الصادق غصب عنه او غصب عنا نحن بنحترمه لا اراديا، والانسان المتواضع ايضا احترامه دائما موجود بين الناس، فمن تواضع لله رفعه. في ناس للاسف بعيده جدا كل البعد عن التواضع، بتحب تحكي عن حالها كثير، هذول الناس بتلاقيهم بنكش من عندهم. وحكى شغله كثير حلوه برضه، انه لا تترك اختيار الأصدقاء لابنك، ما زال ابنك ما عنده خبرة بالحياة، أنت كون على دراية بأصدقاء ابنك، أهم شيء. رفاق السوء ممكن يودوا للتهلكة. معنا اتصال جبار. نعم ألو. أنت على الهواء تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، أخبارك؟ شلونك؟ الحمد لله. شلونك؟ نشكر الله، تفضل. جبار من سامراء. يا اهلا وسهلا فيك بكل اهلنا بسامراء، اهلا وسهلا فيك، تفضل. احنا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. يقول نعمتان مخفيتان، الصحه والامان. احنا فقدنا كثير اشياء احنا محتاجينها، بس صحيح. عموم الاب له دور، والمدرسه له دور، والشارع له دور. الاب هسه حاليا اصبح ملتهي. اكو بعض الرجال ملتهيه بالعمل، اكو بعض الرجال ملتهيه بشغلها، اكو رجال ملتهيه بالانترنت وموجه تابع ولدها وحركات ولدها وترتيباتها. فاحنا محتاجين اللي ينصحنا، ومحتاجين اللي يوجهنا عن الطريق. نعم. العديل وعن العباد. صحيح صحيح، شكرا يا جبار، يعطيك الف عافيه. نحن والجيل الجديد بحاجه لمين يوجهنا ومين يعطينا الحكم والمواعظ. نحن واصلين لمرحله انه اذا بتقول لابنك لا تعمل هذا الشيء حرام، بصير يضحك انه انت لساتك هيك قديم وتفكيرك قديم تحكي بهاي الاشياء. للاسف يا جماعه لازم نكون اكثر بهذا الموضوع. وليش نحن ما بأيام العادية ما بنقتدي بقصص سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ ليش ما بنقول عن القصص اللي كانت تصير معاه بحياته اليومية؟ هذا إشي كتير بيفيدنا. واتصال آخر. ألو سما، كيفك؟ مساء الخير يا وردة. يا حبيبة قلبي، شو أخبارك؟ يعني الحمد لله، أنت شلونكم أخباركم؟ والله نحن كتير مبسوطين فيكم والحمد لله تمام. الحمد لله. أول شيء بوجه تحياتي لأصدقاء البرنامج، لمها الوردة ولفاطمة ولعمار ولمحمود وللكادر ولكل يلي بقناة سامراء. يا حبيبة قلبي شكرا. تحياتي لك يا وردة. شكرا 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 يا سما. حبيبتي حبيبتي الله يسعدك، تفضلي يا سما. وبخصوص موضوع التربية، التربية أول شيء تجي من الأهل. نعم. بعدين تجي عن الدراسة، مثل ما قال أبو سداد، التربية تجي يعني الأهل هم اللي لازم يعني
بتسوون التربيه باختيار الاصدقاء ويعني بكل شيء التربيه اهم شيء هي من الاهل والتربيه مو مثل زمان كان تربيه الزمان مو مثل زمان التربيه الزمان اصعب من اصعب واي واي صعبه نعم نعم حبيبتي مليون بالمية كلامك صح حياتي تحياتي لك يا حبيبة قلبي شكرا شكرا لك من بعض التعليقات يلي عم توصلنا بقول لك الاقتداء بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو علاج لو اقتدينا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في كل مناحي حياتنا لما وصل بنا الحال إلى ما وصلنا إليه ولكن تركنا للسنة ولسنة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وكتاب الله هو ما جعلنا بعاد عن المبادئ في الحياة والأساسيات راح بقرأ كمان من تعليقاتكم يلي عم توصلنا يعطيكم ألف عافية مشاهدينا أكيد ومن أين أتينا بفكرة عنواننا لليوم هي مقابلة للفنان العالمي الممثل فان دام على قناة فضائية عربية هي الام بي سي مصر لما عملت معاه المقابلة المذيعة وقالت له شو بتنصح الشباب لحتى يوصلوا للنجومية يبعدوا عن المنشطات يبعدوا عن المخدرات يبعدوا 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 قالها الأفضل هو الاقتداء بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رح أحكي لكم الخبر ورح ننقل لكم المقابلة من ام بي سي مصر في إحدى برامجها بس خليني أحكي لكم شو قال نصح نجم أفلام الحركة في هوليوود البلجيكي والرياضي أول مرة أعرف أنه بلجيكي جان كلوف فان ديمان الشباب بالاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولاقت الكلمة تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي قال فان دام في لقاء تلفزيوني إلى أن المنشطات والعقاقير تضر بصحة الشباب وتسبب الفشل الكلوي وتضر الكبد هذا اللي هو مش مسلم عارف هاي المناحي التعاطي لإيش ممكن تأدي فما بالك نحن نصح فان دام باتباع أنظمة غذائية صحية والأكل والنوم جيدا بالإضافة إلى القراءة وتناول تناول الفيتامينز الملائمة لكل جسم حسب فصيلة الدم طبعا وبالرجوع إلى الدكتور نقلا عن الام بي سي مصر نشوف مقابلة فان دام وشو حكى رائع جدا والشيء نفتخر فيه انه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن من نقتدي به هو بلا شك اعظم شخصيه عرفها التاريخ واخيرا بلشوا حتى الغرب يعترفوا بهذا الشيء لانه فعلا لو اقتدينا بسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كنا نحن بالف خير الضيف بعتقد جاهز معنا البروفيسور صاحب الجنابي اختصاص علم الاجتماع رح يكون معنا عبر الهاتف لنحكي اكثر عن هذا الموضوع سيدي عم تسمعني معنا على الخط حضرتك؟ نعم حياكم الله اهلا وسهلا فيك بروف اهلا وسهلا فيك انت على الهواء وموضوع حلقتنا لليوم استاذنا قد ايه لو نحن شبابنا بهذا اليوم اقتدينا بسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام من القصص التي كانت تحدث معه بحياته اليوميه لو اقتدينا وتصرفنا نفس التصرفات في هذه الايام قد ايه ممكن تحمي الشباب من الضياع اللي عم بنعيشه في هذا العصر من العولمه ما سمعت سؤالي بروف؟ نعم عم تسمعني انت على الهواء؟ نعم فصل الاتصال على ما يبدو اوكي بروفيسور صاحب انت معي على الهواء؟ ما عم يسمعني رجاءا اوكي بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة الإنسان بشكل عام يحتاج إلى القدوة وإلى النموذج في المواضيع والسلوكيات التي تشكل جانبا هاما في حياته وخاصة السلوكيات التي لها علاقة بالقيم الاجتماعية والقيم الأخلاقية وتوازن الفرد مع الحياة الطبيعية المجتمعية نعم. إذن مع هذه الحالة الشاب المسلم لديه قدوة من أفضل القدوات صحيح. على مر تاريخ البشرية باعتراف مختلف الثقافات والحضارات نعم. والأديان بأن نبي العرب نعم. والمسلمين محمد عليه أفضل الصلاة
والسلام هو من أفضل القدوات في التاريخ. إذن حري بالشباب المسلم، بالشباب العربي الذي يتطلع إلى أن يتوافق مع قيم مجتمعه الإسلامي الرصين، أن يتخذ هذا النبي قدوة في سلوكه، منطلقا من إيمان هذا النبي بأهمية الإنسان وأهمية الحفاظ على تراثه وقيمه واستثمار طاقات الأفراد في المجتمع، خاصة من الشباب، استثمارها الاستثمار الأمثل وبالاتجاه الصحيح، من خلال بذل كل من الشباب المسلم للجهود الحثيثة والحقيقية المستندة إلى الأهداف الرصينة والمستندة إلى التخطيط المسبق الهادف إلى بناء المجتمع وإلى تجويد وتحسين حياة الفرد وبالتالي حياة المجتمع وبالتالي حياة الأسرة المسلمة في المجتمع المسلم، من أجل النهوض بالواقع الفردي والأسري والاجتماعي وبالتالي خلق مجتمع مستقر آمن عامل فاعل مطمئن يتحسس كل فرد فيه مسؤوليته، مستفيدين ومختدين بنبي الهدى والرحمة محمد عليه أفضل الصلاة ومتأثين باعتباره قدوة اجتماعية ودينية وقيادية رسمت لأبناء المجتمع المسلم الخطوط العريضة وعلمت العلامات الشديدة في سبل النجاح. بروف أنا بدي أستغل وجودك معنا أكيد رجاء، بس قل لي هلأ غير العولمة والتطور التكنولوجي اللي نحن بنعيشه، فكرك لإيش هي الأسباب يلي بترجع وراء هالضياع يلي عم بيعيشوه الشباب بمجتمعنا هذا، وإيش نصائحك لإلهم؟ حقيقة هو المفهوم الإسلامي بشكل عام والمفهوم النبوي لا يتقاطع بأي شكل من أشكال من الأشكال بالتطور أو مع التطور ومع التقدم ومع سلوك سبل وطرق العلم المختلفة، وفي هذا تأكيد في أكثر من موقف وأكثر من موقع لاهتمام الفرد المسلم وعلى وجه الخصوص الشاب المسلم بالعملية التعليمية والإفادة من التعليم في تطوير وتحسين حياة الفرد وحياة المجتمع وتسخير موجودات البيئة ومخلوقات الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض، تسخيرها على الوجه الأمثل أياً موقعها وأيا كان مكانها وأيا كان نوعها بما يتوافق وأخلاقيات الفرد السوي وبما يتوافق مع الفطرة السليمة للإنسان باتجاهات الخير والسلام والإعمار التي يدعو إليها المجتمع المسلم. شكرا شكرا لك كثير، شكرا لوقتك البروفيسور في علم الاجتماع الاستاذ الدكتور صاحب الجنابي، يعطيك الف عافيه، على امل ان يكون المشاهدين ونحن اكيد استفدنا من هالمداخله الرائعه منك، يعطيك الف عافيه. لكن نحن في عنا قدوه وشخصيه عظيمه وهي الاعظم في تاريخ البشريه، فليش ما نقتدي بسيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام لنكون بعاد عن الضياع. حكى شغلة كتير حلوة البروفيسور صاحب، قال معالمنا الدينية ما بتمنعنا أو ما بتوقف في وجه التكنولوجيا والتقدم، لكن هو بيرجع الموضوع لطريقة تعاملنا مع هذا الانفتاح اللي نحن عم بنعيشه بالوقت الحالي. اتصالاتكم ومشاركاتكم على الأرقام اللي عم تظهر على الشاشة، رجاء حاولوا تكون المنطقة اللي عم تحكونا منها فيها إرسال عشان نقدر ناخذ ونعطي مع بعض أكثر. معي اتصال، ألو مها كيفك؟
السلام عليكم. وعليكم السلام، شو اخبارك يا مها؟ والله تمام، تسلمي، حمستي لك كثير حبيبه قلبي، تشتاق لك العافيه. تفضلي يا مها. طبعا بنناقشك اليوم كثير كثير حلو. طبعا انا بدي اياه يكون الساعه 2، ما بدي اياه يكون وحده، لان الوحده يعني الواحد ما بيخلص شغله بساعه، بس 2 بيقعد مرتاح. حاضر يا مها حبيبتي، تفضلي واحكي لي شو مشاركتك. طبعا موضوعك هو اليوم عن اقتداء بالرسول. طبعا لما الواحد بيعمل اشياء مع مثل الرسول بتكون كثير كثير حياته حلوه. نعم، الاقتداء بالرسول كثير مهم في حياتنا، لانه يعني بتكون اخرتنا حلوه، وهيك لازم يكون عم نتعلم منه كيف كان هو على صدق، وكيف كان يرضى الناس وعز ماء الارض، ولازم احنا نكمل مسيرته ونرتدي فيه. اوكي حبيبه قلبي يا مها، شكرا شكرا شكرا. حلو انه نسمع هيك مداخله من ناس بهاي الاعمار، يعطيكي الف عافيه يا مها يا حبيبتي. وفقرتنا في الاخبار المنوعه ما زالت مستمره، وراح نروح وناخذ خبر تكنولوجي لابد منه، نحن كلياتنا بنعاني منه، لكن موضوع حلقتنا لليوم مستمر واتصالاتكم ومشاركاتكم مستمره اكيد. وننتقل الى عالم التكنولوجيا، كلنا بنشكي من موضوع المساحة يلي بالموبايل مش عم بتكفينا، فكيف انت بدك تعمل شغلة انك تطول من عمر موبايلك، تحافظ عليه او يعيش عمر اكتر وتحسن من ادائه؟ خلينا نشوف. اول شيء عشان انت موبايلك يضل شغال معك وما يضل يعلق وما تحس انه بده سوفتوير وبده تغيير وبده تشطب وبده كذا، حاول اول شيء انك تمسح او تعطيه بعض المساحه. يعني في عندك ابلكيشنز صور كثير، مسجز، الفويس، هاي الفويس نوت اللي على الواتساب كثير بتاخذ مساحه، حاول اول باول انك تشطب وتلغي من الموبايل، وذلك من خلال نقل الملفات الكبيره مثل الصور والفيديوهات من على مساحه الهاتف الاصليه الى بطاقه ذاكره قابله للازاله، او قم بنسخ هذه الملفات الى سي دي او على اللابتوب تبعك الى اخره. 2، في عندك بدائل ثانيه مثل في حلول بديلة لتحسين أداء الهاتف الجوال، كأن يتم الإبقاء فقط على التطبيقات المستعملة بكثرة فقط، وحذف التطبيقات نادرة الاستعمال أكيد. وأخيرا، كيف بتحافظ على حياة البطارية؟ إنه لكل بطارية حد أقصى من دورات الشحن قبل أن تخرب وبتفقدها او بتبطل تعمل بجوده عاليه، لذا حاول دائما معرفه احوال بطاريتك من خلال استخدام تطبيقات مجانيه كتطبيق لقياس بطاريات الابل، شو اسمه غسان؟ كوكونات باتري اظن، او تطبيق باتري لاجهزه الاندرويد، ما سيعطيك فكره عن الوقت الذي يجب عنده تبديل بطاريه اخرى. هاي معلومه كثير حلوه انا ما كنت بعرف فيها. في ابلكيشنز بتنزل على الموبايل ببلاش، من خلالها بتقدر تعطيك قديش باقي مدة حياة لبطاريتك، امتى انت لازم تغيرها. بعتقد اسم الابليكيشن او هذا التطبيق على الاندرويد باتري اسمه، وعلى الابل اسمه كوكونات باتري، فهذا الشيء كثير حلو ما كنا نعرف فيه، او يمكن انا لحالي ما كنت اعرف. وابو البلح كيفك؟ اهلا اهلا، شو اخبارك؟ اتصالك سيء يا ابو البلح، حسدت حالك. لا لا، صوت واضح، صوت واضح. يعني ايه عظيم، واضح واضح، تفضل. الحمد لله الحمد لله، تحياتنا لكم، تحياتنا للكادر كل من باسمه، تحياتنا لاصدقاء البرنامج. شكرا يا ابو البلح. اليوم عنوان الحلقه حول لو الشباب تصفوا باخلاق سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. اليوم انا ما ادري، يعني ما ادري اطول عليكم حتى لا اخذ وقت البرنامج. خذ راحتك. مجال الحديث اخوي العزيز، نعطيكم شيء معلومات بسيطه حول هذا الموضوع. احمد، اهلا وسهلا فيك يا صديقنا، تفضل. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. كل عام وانتم بخير. شكرا يا احمد، تفضل. قبول التوفيق، واني مس الامن والامان والطمانينه والسعاده على بلدنا جميع بلاد المسلمين. يا رب. وهذا حقيقه الموضوع، لو ان الشباب، بل كل المسلمين، ليش الشباب؟ كل المسلمين خاصه احنا في بلدنا، لو اقتدينا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما صار اللي صار بينا. هو الذي علم الانسانيه الكرم، وعلم الانسانيه السماحه، نعم، وعلم الانسانيه التسامح، نعم، الجود، وعلم الانسانيه الرحمه والتسامح والتعاون والتآلف والتحابب. قال انما انا رحمه المهداه،
رحمه الله عز وجل قال وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. نعم لو صحيح. لو ابتدينا بهذا النبي العظيم ما صار اللي صار بينا، لا صار الظلم ولا صار الاعتداء ولا صار القتل ولا صار التجاوز ولا صار الانحراف الخلقي ولا الفساد المالي ولا الاداري ولا العائلي ولا الديني الى اخره. نعم يا احمد يعني نعم. قد ايه بتحس انه نحن كشباب يعني ما عم نقتدي بهاي الشخصيه العظيمه عليه الصلاه والسلام؟ والله ما بعرف يعني الصوت مو واضح عندي. عم تسمعني هلا منيح يا احمد؟ اوكي ارجع احكينا بليز يا احمد، بلكي بنشوف شو موضوع الاتصالات يا شباب، ليش الكل ما عم يسمعني. ومعنا ملاذ، اهلا وسهلا فيك يا ملاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام يا اهلا وسهلا. سلامي لكم دور اللي كادر الاصدقاء كلنا الاثنياء والاخويا محمود ابو السحر. عم بسمعك بصعوبه يا ملاذ، تفضل علي صوتك رجاءً. الشبكه يعني احنا زين. موضوع الحلقه اليوم عن الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. يا ملاذ انا اسفه ما عم بقدر اسمعك بوضوح، قطع. ارجع احكينا رجاء يا ملاذ اذا كنت عم تسال عن عنوان حلقتنا هو الاقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اعظم شخصيه عرفها التاريخ، قد ايه ممكن يحمينا ويحمي الشباب من الضياع في عصر يشهد للانفتاح قد يكون مرعب الى حد ما. نحن هلا هيك، لكن بعد 10 سنين لوين راح نوصل؟ هذا هو موضوعنا. لازم نحن دائما من خلال التربيه في البيت لما بدي اقول له للولد او للبيبي انه هذا غلط، دائما لازم اقول له لا ما بصير عشان الله ما يحطنا بالنار، لا ما بصير عشان هذا حرام، لا ما بصير عشان سيدنا محمد وصانا بكذا ما وصانا بكذا، لانه نحن عم نفتقد لهذا الشيء للاسف كثير كثير. وقد تكون تعاليم او الدراسه او الثقافه الاسلاميه بياخذوها الاولاد في المدرسه اقل من المطلوب للاسف، واصبح الاهتمام باشياء ثانيه اكثر من الثقافه الاسلاميه. معنا فاطمه، اهلا وسهلا فيكي. خالين حبيبتي كيفك؟ منيحة شو أخبارك؟ الحمد لله تمام. سامحوني لأني ما عم أتصل فيكم لأني مريضة كثير والله العظيم. يا حياتي ألف لا بأس عليك وسلامة قلبك، ومبسوطين إنك حكيتي معنا اليوم. شكرا، بس حبيت أطمنكم علي أنا كثير تعبانة ومريضة ويمكن اليوم بمشي للدكتور، يعني كثير تعبانة بوجه صحية للسمو. يا حياتي سلامة قلبك، بس قولي لي من شو صاير معك؟ ما بعرف، جسمي نحلان ومريضة كثير كثير، جسمي حسي مكسر يعني تعبانة، نفسيتي كلش تعبانة. سلامة قلبك يا فطوم، يعني هو هيك بهذا الوقت، معلش وقت الحساسية والإنفلونزا، بعينك الله وإن شاء الله يا حبيبتي إنك بتصيري أحسن لقدام، ونحن اشتقنا لك كثير وسلامتك يا فطوم. ومكملين نحن وأنتم مشاهدينا واتصالاتكم، أكيد رح باخذها وباخذ مشاركاتكم، لكن ما معي مشاركة هلا أو اتصال مو؟ أوكي، بنروح لأرقام قياسية جديدة. لكن هالمرة الرقم القياسي بشو؟ بالغوص. خلينا نشوف الغطس. رجعنا لكم مشاهدينا ومعي اتصال. من معي؟ أحمد. أحمد كيفك يا أحمد؟ أحمد ارجع احكينا وقلنا من وين كنت عم تحكينا. رجعني يا أحمد، حابين نسمع مشاركتك. اتصال تاني. ألو الو الو، مين معنا؟ الو، فصل. اللي صار هلا على الهواء انه انتم بتسمعوني من التلفزيون او مش منصيين صوت التلفزيون، بعرفش اذا الكلمه صح او لا، لكن اللي لازم تعملوه انه انتم وقت بترنوا علينا بتطفوا التلفزيون، بتسمعوني من التليفون، بس تخلصوا مشاركتكم معي على التليفون ترجعوا بتضوا التلفزيون لحتى الصوت ما يجاوب على الهواء. رجاء مشاهدينا، سعيد كثير بمشاركاتكم. ناخذ اتصال ثاني. الو فارس، حلو اسم فارس، كيفك يا فارس؟ أنا بخير الحمد لله. يا أهلا فيك يا فارس، شو أخبارك؟ والله بخير الحمد لله، الله يسلمك. الحمد لله فارس، قد إيه عمرك؟ أنت صديق إيش؟ عن موضوع حلقة اليوم. نعم. موضوع حلقة اليوم يعني حل موضوع حلو، وإن شاء الله أتمنى إنه أظل حلو. فارس انت على الهواء، انا عم بسمعك، تفضل.
عن حلقة موضوع اليوم عن نعم الله يسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا موضوع هيك حلو ونتمنى أنه يتكرر هذا الموضوع. نعم يا فارس شكرا لك. فارس انت صديق جديد للبرنامج، بتمنى تحكينا دائما. والى صديقنا الصدوق عمار العبيدي. مساء الخير ومساء الورد على اجمل واحلى وارقى واجمل قناه حبيبتنا حبيبه كل طفل وكل ذكر وانثى وشيخي. الله شكرا لكم ومت عليكم. شكرا شكرا تحبك العافية والسعادة يا عمار. احكي لي قديش عنوان حلقتنا اليوم مهم لحتى نحن ناخذ مع هذا الموضوع في حياتنا. تحياتي طبعا للأصدقاء ذكر وأنثى صراحة الظهيرة ومحمود وبلح وكل أصدقاء مارد أذكرها سامية وعم ندلز أعلن علي حبكم. موضوع الحلقة بس أقول موضوع الحلقة جدا مهم اليوم، حلو جميل جدا. نعم. احنا ليش ما طيب كان في مداخلة من إحدى الأطفال عندك يا عمار في البيت، رجاء عمار ما سمعنا مداخلتك كاملة، إذا بترجع بتحكينا لحتى نشوف شو كانت مداخلتك. ويعطيك ألف عافية يا عمار. وأكيد عنوان حلقتنا مكمل، نحن تقريبا وصلنا للجزء الأخير من حلقتنا، لكن مشاركاتكم على الأرقام اللي عم تظهر على الشاشة تسعدنا جدا وجدا مهم. وسمعنا مداخلات كثير حلوه هو بخصوص الاقتداء بسيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام في حياتنا اليوميه، كثير ممكن يحمينا وكثير مش بس بيحمينا، بيساعدنا في التعاطي مع الحياه. يعني بالبيع اقتدي بسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، بالخلافات خلينا نقتدي بسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، بكل شيء، بالزواج، بالطلاق، باي شيء، بالعلم، بالتعليم، بفك المشاكل، هذا كله لازم نحن نقتدي بسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، لانه نحن لازم نقتدي فيه ولانه هذا الشيء كثير بيساعدنا. يعني انت اوقات بتكون بموقف ما بتعرف كيف تتصرف، دائما ارجع وشوف كيف كان سيدنا محمد اعظم شخصيه بالتاريخ يتعامل مع هاي الامور. وباخذ اتصال. الو يا اهلا عدي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، كيفك عدي؟ طبعا تحياتي جنابك الكريم والقناه سمراء المميزه الراقيه وكل مستمعيكم ومشاهديكم. شكرا يا عدي، صديق جديد حضرتك، من وين عم تحكينا؟ ايه بالي صديق جديد ان شاء الله. يا اهلا وسهلا فيك. بالنسبه الله يخليك، بالنسبه لموضوع الحلقه اللي تحدث عن اقتداء الشباب بالنبي محمد صلى الله عليه واله. عليه الصلاه والسلام. الله سبحانه وتعالى من خلال ما جاي نشوفه يقول لكم في رسول الله اسوه حسنه. هذا طبعا الاسوه الحسنه بمعنى الاقتداء. نعم. بمعنى الشمعه اللي موجوده باعلى القمه وانت تنظر اليها وتحاول قدر الامكان انه توظف طاقاتك وامكاناتك انه تعمل وفق هذه السيره وفق هذا الطريق. نعم نعم صحيح صحيح يا عزي. هذه الايام مع شديد الاسف العولمه والتطور وبعض الامور الجانبيه خلت الانسان وعلى وجه الخصوص الشباب جاي تبتعد عن هذا المسار وهذا الخط. نعم. على الرغم انه هذا الطريق او هذا النور هو من الله سبحانه وتعالى. وهذا الطريق على مدى الحياه الى ابد الابدين، يعني ما يختص زمن معين او فتره وقتية معينة، على مدى الحياة. نعم زين؟ نعم صحيح. فأنا من خلال مناسكم هذه الحلوة أدعو إخواني الشباب وكل اللي جاي يستمع لنا أنه يخلون الرسول محمد صلى الله عليه وآله عليه الصلاة والسلام قدوة لهم. نعم. حتى الله سبحانه وتعالى يوفق يخلي عينه علينا ويلتفت إنه يبعد عنا هاي البلاوي وهاي الأمور حتى نكون إن شاء الله مصاف الدول اللي جاي تتطور ان شاء الله من متطورين ان شاء الله. يا رب الله كريم. شكرا كثير لك يا عدي على هالمداخله الراقيه، يعطيك الف عافيه، بتمنى تكون صديق للبرنامج دائم بما انك اليوم تنضم لنا عن جديد، ودائما اتصالاتك ومشاركاتك بحلقاتنا رح بنكون مبسوطين منها كثير. عنا شخصيه عظيمه
إلها وعندها حلول لكل المشاكل، فليش نحن ما نقتدي بهاي الشخصية العظيمة؟ رح بدي أقول شكرا للي شاركوا بموضوع البرنامج على صفحاتنا على الفيسبوك، إن كان صفحتي أو صفحة البرنامج. ياسمين علي، أنا ياسمين علي بس هي اسمها ياسمين علي، بتقول عليه أفضل الصلاة والسلام، علينا أن نقتدي بأخلاقه، فلأنه نحن بنحتاج بزمننا هذا لأنه نقتدي بأخلاق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وأيضا شكرا على المشاركة لكل من أيمن حمدي اللي بيقول جزاكم الله خير على هالبرنامج على هالموضوع، وشكرا كثير لك والبرنامج الحلو. شكرا أبو صلاح فارس، الله يحماكم ويحماك يا أبو صلاح، يعطيك ألف عافية واتصال. ألو عبد المجيد، عم بسمع أسماء جديدة اليوم، مبسوطة فيكم أكيد، أهلا وسهلا فيك يا عبد المجيد، أنت على الهوى صديقنا عبد المجيد. اوكي عبد المجيد ارجع احكي لنا، وباخذ ابو عبد الله. اهلا وسهلا فيك استاذنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نبارك لكم والصلاه والسلام على ابو القاسم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عليه افضل الصلاه والسلام. نعم، في الحديث القدسي عند اصحاب اهل الكساء الجبرائيل اللي قال للنبي محمد كلام الله سبحانه وتعالى، يقول ما خلقت سماء مبنيه ولا ارضا مدحيه ولا فلكا يدور ولا قمرا مضيء ولا سراجا منير الا ببركه هؤلاء الخمسه، فكل شيء من حولنا هو ببركه الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كنت معذبهم وانت فيهم، الاقتداء بالرسول الاكرم صلى الله عليه وسلم هو الوسيله طريق النجاح في حياتنا. نعم نعم، شكرا شكرا ابو عبد الله، يعطيك الف عافيه. نعم احنا لازم نقتدي بسيدنا محمد بكل شيء بحياتنا، بتعاوننا مع الجيران، بتعاوننا مع المسلم غير المسلم، مع الصغير مع الكبير مع المسن، بكل شيء بحياتنا لازم نحن نقتدي بسيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. مشاركاتكم على الانستغرام كانت رائعه جدا، بس بدي اقول شكرا لمريم، شكرا لعلي، شكرا ل سوما بعتقد، وشكرا لاسم هو نيك نيم مش عارفه اقراه صراحه، بتقول انه نحن كثير لازم نقتدي بسيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. شكرا لكل مراسلاتكم، وشكرا لكل تعليقاتكم على صفحاتنا ومن خلال الاتصال على ارقام البرنامج. نحن تقريبا وصلنا للدقائق الاخيره من حلقتنا لليوم، اذا معنا اتصال اخير باخذه بحلقتنا لليوم، شو رايكم؟ اوكي بعتقد انه بعتقد انه نحن وصلنا لنهايه برنامجنا لليوم، العنوان جدا مهم والاهم انه نحن نعمل بهذا الموضوع اكثر، كل واحد بحاجه لقدوه، اذا نحن بدنا نبلش من البيت اكيد كل واحد في عنده قدوته، في ناس عندهم قدوتهم اخوهم الكبير، ممكن الاب، ممكن الام، ممكن الخال، ممكن العم، بس نحن في عنا قدوة أكبر وأعظم، وهي شخصية حصلت على أعظم شخصية في التاريخ، هو سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. لما نحن نوصل لمرحلة إنه مو عارفين نتعامل أو نتعاطى مع أمور معينة، مو غلط لو نحن رجعنا وشفنا سيدنا محمد كيف تعامل مع هاي الأمور. الحلو في الموضوع إنه نحن بنعرف كتير إنه هو إحنا هلأ يعني الزمن مختلف صحيح، لكن كل شيء سبحان الله له حكمة، وتصرفات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في كل شيء كان في إلها حكمة، وهي لكل زمان ومكان. عشان هيك نحن لازم نقتدي بسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. في صوت، في معي اتصال، مش فاهمة. أوكي أوكي، لكن مشاهدينا عمر نحن وصلنا لنهاية الحلقة، نختم ما كنا بقولي بكيفك، يعني شايفين الحريه يلي عنا نحن في البرنامج. ما كنا حابين انه نحن نختم حلقتنا لليوم لانه الموضوع جدا مهم وكان مرتبط بعنوان حلقتنا امبارح، وهو عن التربيه واحترام المعلم في الصف. مثل ما هو المعلم تبعك في صفك ممكن يكون قدوتك، فليش ما يكون قدوتنا والمعلم إلنا في كل مكان وزمان هو سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وصلنا لنهاية الحلقة، بكرة حلقتنا حلوة ومميزة، كونوا على الموعد، معي أنا ياسمين خريشي، وإلى اللقاء.